جيل أهالينا مش شرط يشجعوا الشغلانة دي، ممكن يكون بالنسبة لهم مش فاهمين برضو يعني إن دي تكون مهنتك. دي هواية يا حبيبتي، حطي لنفسك، زوقي صاحبتك في فرحها وكل الكلام ده، لكن تبقى دي مهنتك؟ لا، إزاي؟ إحنا برضو علمناكي ودخلناكي جامعة، لازم تشتغلي بشهادتك. هل واجهتي ده مع عيلتك، ولا هم كانوا بيشجعوكي جدا وشايفين لا هو ده الطريق الصح واعمل اللي أنت عايزاه؟ أنا الحمد لله أهلي كانوا بيشجعوني قوي، ما كانش طبعا في بالهم يعني ان هو ده اللي انا هبقى عايزه اعمله لما اكبر، بس لا عمرهم ما اعترضوا على الموضوع، وبالذات لما شافوني ان انا يعني بسعى قوي ان انا اكبر نفسي في الشغلانه، فبالعكس لا كانوا مشجعيني قوي. طب تنصحي الميك اب ارتستس اللي نفسهم ان هم يدخلوا المجال ده واهاليهم مش واقفه جنبهم قوي، تنصحيهم هم يعملوا ايه؟ يركزوا ان هم يشتغلوا جامد قوي على الجول بتاعهم، يعملوا كل حاجة يعني، يجتهدوا ويقروا ويسعوا ويحطوا كل مجهودهم ووقتهم في الجول، يعني مش شرط حتى ميك اب، في اي حاجه يعني. في اي ثينك كذا شغلانه ممكن اهالي يبقوا مش موافقين عليها قوي، بس انا مقتنعه انه لو لما الاهل يشوفوا قد ايه حد passionate وحابب عنده الشغف الشغل والحب للمجال ده، ساعتها ممكن يقتنعوا. بالظبط.